أهلا بحضراتكم، لقاء متجدد على شاشة القناة الثانية في التلفزيون المصري وبرنامجكم بنصبح عليك. النهاردة الاثنين الموافق 20 مايو 2024، على مدى ساعة هنسعد بهذا اللقاء مع كل مشاهدينا في حلقة اجتهدنا إن شاء الله أن تكون متنوعة وتنال رضا وإعجاب كل مشاهدينا اللي هيتابعونا النهاردة. كل أمنياتنا الطيبة لحضراتكم بيوم سعيد، كله أمل وسعادة وتحقيق أمنيات. هنطلع للفصل اللي جاي ده وهنرجع بعد كده نقول لكم عندنا ايه النهارده في بنصبح عليك. رجعنا لحضراتكم وهنقول لكم النهارده حلقتنا فيها ايه. حلقه يوم الاثنين 20 مايو 2024، عندنا الحقيقه لقاءات مختلفه، سواء مداخلات من خلال الاتصال التليفوني او لقائنا الرئيسي على الهواء مباشره. هيكون لقائنا مع دكتور اميره الشبراوي، مدرس اداره الاعمال والتسويق، والحديث هيكون عن موضوع السياحة الافتراضية، الموضوع اللي بقينا نشوفه كتير وناس كتير يعني جربته ولقت انه هو لطيف، ناس كتير تاني جربته قالوا لا، يعني السياحة الافتراضية او عبر زيارة افتراضية من الانترنت مختلفة بشكل كبير. طبعا ان الانسان يروح المكان نفسه، لكن يعني اصبح واقع موجود، وكمان الاماكن المقدسة، يعني النهاردة ممكن نزول الاماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية سواء في مكة المكرمة او المدينة المنورة عبر تطبيق سياحة افتراضية وغيرها من الأماكن. ده الموضوع الرئيسي اللي معانا النهاردة. في مداخلات مختلفة كمان، فقراتنا السبتة ليوم الاثنين فقرة الرياضة العالمية وفقرة الأخبار، إن شاء الله يعني الفقرات متنوعة ويعني تكون موفقة إن شاء الله. عايز أتكلم مع حضراتكم عن موضوع أعتقد أنه له أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لشبابنا ويعني النشأ، موضوع التربية الأثرية. يعني إيه التربية الأثرية؟ يعني إزاي نربط شبابنا وولادنا بتراثنا بصفة عامة وبأثرنا بصفة خاصة؟ الموضوع ده له جوانب متعددة وتأثيرات مهمة جدا في يعني ربط الشباب دول وتعزيز انتمائهم. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أكثر ويعني مفهوم التربية الأثرية والوعي الأثري، معنا الأستاذ علي يحيى الباحث الأثري. بنصبح على حضرتك يا أستاذ علي. صباح الخير على حضرتك دكتور حازم وعلى السادة المشاهدين. يعني بنتكلم في موضوع أعتقد له أهمية كبيرة، والجرب ده مع أولاده أن نمى فيهم فكرة الوعي الأثري والتربية الأثرية والثقافة التاريخية والأثرية، يعني لقى مردود مختلف. نقول إيه لمشاهدينا في أهمية هذا الموضوع؟ اسمح لي حضرتك بس أبدأ كلامي ببيت شعر كان بيقوله لنا دايما الدكتور علي رضوان رحمة الله عليه، كان بيقول فيه: وأنا المحتجي بتاريخ مصر من يصل مد قومه صان عرضا. الوعي الأثري احنا دايما بنقول ان هو السياج اللي بيمكن من خلاله صيانة الهوية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية بمبدأ فلنحمي تراثنا لنسلمه لأبنائنا قبل أن يلحقنا الموت. الوعي الأثري احنا بنقول من قضايا الأمن القومي، بل من أصعب وأهم القضايا اللي بتواجه تراثنا وأثرنا بصفة عامة. بنقول كمان أن لو أرادت أمة أن تحافظ على تراثها فلن تجد من الوعي الأثري سياجا يحتضن هذا التراث. طب نعمل إيه يا أستاذ علي؟ يعني إحنا بنقول أهمية الوعي الأثري وأهمية إن يبقى شبابنا عندهم قدر كبير من هذا الوعي، ده نحققه إزاي؟ طيب الأول قبل ما نحققه إزاي، إحنا بنقول لو في غياب الوعي الأثري، لو غاب الوعي الأثري إيه اللي هيحصل؟ أنت الوعي الأثري لو غاب إحنا بنتكلم على انتهاك وإهدار التراث، ولو بنبالغ شوية ونقول إن هو بيؤدي ذلك إلى التبلد الوطني وفقدان الانتباه، بنتكلم عن محاولات التحايل على تهريب القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن. يمكن احنا بنقول لو حضرتك بتكلمنا النهاردة ازاي نقدر نعمل ده، انا دايما بقول مرارا وتكرارا لا تتحمل جهة واحدة الحفاظ على التراث،
او لا تتحمل جهه واحده مسؤوليه الوعي الاسري. احنا مجتمع مشترك تماما، لابد ان تتحمل كل الجهات، بنتكلم عن وزاره الاعلام، وزاره الثقافه، وزاره السياحه والاثار، وزاره الاوقاف، وزاره الشباب والرياضه، كل ده لابد ان تتحمل هذه الجهات مسؤوليه الوعي الثقافي والاثري. طب لو قدرنا نعمل ده نعمله ازاي؟ من خلال توسيع دائره المتاحف الاقليميه اللي بدات القياده السياسيه تشتغل عليها. بنتكلم عن زي ما قلت لحضرتك توصيه الوزارات المعنيه زي وزاره التربيه والتعليم وهكذا، بنتكلم عن توجيه مراكز الشباب في المدن والاقاليم ومراكز الثقافه والانديه الاجتماعيه، بنتكلم عن دعوه جميع المبادرات الشبابيه القائمه على الوعي الاثري لحوار مجتمعي من خلال معسكرات وخلق روح المنافسه بينهم، بنتكلم عن توصيه او تغليف من الجهات المختلفه من ضمنها الجامعات. كل ده لابد ان يكون في حاله للوعي الثقافي، لان الوعي حضرتك استاذ حازم احنا بنتكلم زي ما القاعده السياسيه، الوعي ده ممكن بيهدم دول وبيقوم دول. لو الوعي ده غاب احنا بنتكلم عن قضايا من قضايا الامن القومي. يعني اعتقد ان الموضوع واضح بصوره كبيره. بشكر حضرتك الاستاذ علي يحيى الباحث الاثري على هذه المداخله. مشاهدينا هنخرج مع حضراتكم دلوقتي للفاصل ده، وهنرجع من بعده نستكمل فقراتنا وبنصبح عليك. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده زي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه، بنسعد ان احنا معاكم في هذا اليوم اللي بيوافق يوم 20 مايو، ودايما من خلال حلقاتنا بنصبح عليك بنحاول نقدم لحضراتكم يعني ذكرى الشخصيات اللي يعني سواء ولدت او توفت في هذا اليوم. لو عيد ميلاد بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ولو ذكرى وفاه بنقول قد ايه كانت هذه الشخصيات مؤثره في حياتنا وليها بصمه. وعادة الفنانين وخصوصا إذا كان فنان كوميدي بيكون له مكانة كبيرة عند جمهوره، لأن الكوميديا فن من أصعب الفنون اللي موجودة، واللي بيقدر إن هو يصل فيها للقمة ويضحك الناس، يرسم على وشوشهم البهجة والضحكة، ده بيبقى الحقيقة عملة نادرة. واحد من هذه العملات النادرة في تاريخ الكوميديا المصرية الفنان الراحل سمير غانم. سمير غانم أيقونة للضحك والفكاهة والشياكة في الضحكة، وعمرنا ما شفنا من سمير غانم يعني إفيه مبتذل أو يعني نكتة ما هيش يعني تتناسب مع الأسرة. بالعكس، هو كان فنان كوميدي حساس لأقصى درجة، شخصياته كلها شخصيات يعني محفورة، وقدم الكوميديا لكل المجتمع، الكبار بيضحكوا عليها وبيفتكروها وإفهاته مطبوعة في ذاكرتنا، الأطفال يعني لو قلنا بس شخصية فطوطة ده لوحدها حكاية، الفوازير، الأفلام اللي قدمها، المسرحيات، المسلسلات، يعني مين ينسى كابتن جودة أو ميزو أو غيرها. يعني الحقيقة تاريخ طويل جدا من الدراما المحترمة والكوميديا ولا أروع منها. عشان كده الفنان ده اتربى على عرش الكوميديا بمعنى الكلمة، وحتى بعد رحيله كأنه موجود، كأنه لسه عايش، بنشوفه وبنفتكره وبنترحم عليه. والدولة كمان يعني ما نسيتش يعني واحد من أبنائها اللي لهم بصمة كبيرة، وأصبح في يعني كوبري أو محور باسم سمير غانم. النهاردة وفي ذكرى وفاة هذا النجم الكبير بنقدم لحضراتكم التقرير ده، ونرجع نستكمل فقراتنا وبنصبح عليك. يوم الاثنين 20 مايو ذكرى وفاة ملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، والذي ولد في 15 يناير عام 1937 وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إلا أنه أحب التمثيل، والذي كان بدايته بالتقائه بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعات من الإسكتشات الكوميدية والمسرحيات والأفلام. ثم انحلت الفرقة بوفاة الضيف أحمد
عام 1970 كسمير غانم في بطولة 150 فيلماً أشهرها 30 يوم في السجن وأميرة حبي أنا والبنات عايزة إيه وإحنا بتوع الإسعاف والمجانين التلاتة منتهى الفرح والقاهرة في الليل وتألق أيضاً على شاشة التلفزيون وقدم 70 مسلسلاً أبرزها كابتن جودة أهلاً فطوطة حكاية ميزو الكبير قوي ناس بالمقلوب رجل شريف جداً ومن أشهر المسرحيات التي قام ببطولتها مسرحية المتزوجون من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز المحطة الأهم في حياته حيث تعرف عليها عندما تقابل في مسرحية أهلاً يا دكتور رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم في أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا لتفقد السينما والدراما المصرية واحداً من أبرز معالمها رحم الله الفنان القدير سمير غانم بكل مشاهدينا مرة تانية رجعنا لحضراتكم ودايماً بنقول إن أولادنا أغلى ما نملك وعادة ممكن يكون في سلوكيات من سلوكيات أولادنا بتحتاج مننا وقفة ومراجعة والنهاردة هنتكلم معاكم في واحد من هذه السلوكيات وهو الاندفاع والتسرع لو لقينا ان واحد من ولادنا في هذه الصفة انه متسرع ومندفع التصرف يكون معاه ازاي ده السؤال اللي هنحاول ان احنا نجاوب عليه لحضراتكم من خلال المداخلة دي مع ضيفتنا الأستاذة هند عبد الغفار استشاري الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال بنصبح على حضرتك يا فندم صباح الخير يا دكتور حازم اهلا بحضرتك صباح الخير على حضرتك يعني مهم قوي ان احنا نبقى مصحصحين كده مع سلوكيات ولادنا في طبعا سلوكيات كتيره ممكن نتوقف امامها لكن النهارده خلينا نركز مع حضرتك على هذا السلوك الاندفاع والتسرع اذا لقينا ولادنا عندهم هذه الصفه او هذا السلوك افضل تصرف معهم يكون ايه يا دكتور أول حاجة دكتور حازم لازم أشوف الطفل اللي قدامي هل هو بيعاني من اضطراب فرط الحركة والاندفاعية أولا ولا لأ لأن هنا بيكون ليه تدابير مختلفة تماما عن الطفل العادي اللي غير معاني من أي اضطراب لو عندي بقى الطفل عادي وبيعاني من الاندفاعية أو من التسرع لازم أعرف هل التسرع دوت بيتم فقط عند وجود سلوك معين أو عند تصرف معين يعني في بعض الأهالي بيشتكوا أن دايما عندي الطفل بيكون متسرع لما بيعمل الواجبات المدرسية فلازم أنا هنا أشوف إن هو فقط في الوقت دوت بيكون متسرع يعني لما يكون عليه عبء يا دكتور هدف تاني قصدي لما يكون عليه واجب أو عبء بيبقى عنده الصفة دي بالضبط لأن هو بيكون دايما الطفل عنده هدف تاني هو عاوز يروح له وفي الغالب بيكون الألعاب الإلكترونية أو إن الطفل بيكون متسرع بوجه عام وهنا دايما بنبحث وراء بعض الأشياء وبعض الأمور هل الطفل اتعلم دوت بالمحاكاة من الأهل أو بعض المحيطين فلازم هنا أول حاجة الأهل ياخدوها في الاعتبارات بتاعتهم إن هم يشوفوا إحنا بنتصرف إزاي قدام ولادنا هل إحنا أصلا سلوكنا متسرع ولا لأ ثاني حاجة بنشوف السلوك ده كمان هل أنا بحمل ابني مسؤولية التصرفات بتاعته كلها ولا أنا دايما بكون في دور المدافع عنه بشكل مستمر لأن لو إحنا ما بنحملش أولادنا مسؤولية تصرفاتهم بالتالي هيكون السلوك المتسرع والسلوك الاندفاعي من أكبر السلوكيات اللي بيشتكوا منها عندي كمان لازم أشوف هل أنا معلمة ابني إدارة الوقت وتنظيم الوقت ولا لأ لازم أكون معلمة الطفل دايما إن هو عنده جدول وعنده التزامات عندنا مواعيد معينة الطفل إدارة الوقت وتنظيم الوقت يعني من سن كام يا دكتور نقدر دايما بنقول من سن الثلاث سنين نبدأ نعلم ولادنا اليوم بتاعنا ماشي ازاي ان احنا نازلين حضانة بعد كده عندنا واجب الحضانة بنعمله عندنا مواعيد نوم وعندنا مواعيد صحية من سن ثلاث سنين لازم نبدأ على الأقل نثبت ثلاث حاجات في الروتين للطفل علشان نكون عارفين ان الطفل دوت قادر ان هو يدير الوقت بتاعه وكمان اعلمه مسؤولية اتخاذ القرارات ان مش كل حاجة انا بقولها ارجع فيها لازم الطفل يكون عارف ان انا كمثال لي سواء الاب او الام دايما الكلمة اللي احنا بنقولها بنلتزم بيها وبنتحمل الاعباء بتاعتها امتى الجأ للمتخصص في تعديل السلوك لو شعرت ان ابني عنده اندفاع او تسرع ايه النقطة اللي لا ما تعديش بقى لازم نشوف حد متخصص الشكوى اللي بتجيلي دايما من المدرسة او من الحضانة ان هو دايما عنده سلوك اندفاعي او سلوك تسرع
ودايما السلوكيات دي بتكون عند الاطفال اللي بيعانوا من اضطراب فرط الحركه. دايما بنقول ان هم بيزقوا بعض الاطفال معاهم، بيضربوهم بشكل دفاعي، دايما متسرعين في ردود الافعال. هنا لازم الجا لمتخصص، او الطفل العادي اللي بياخد دوت على سبيل الهزار او على سبيل التهريج في الاماكن التي تحمل الطابع الانضباطي زي المدرسه او الحضانه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذه هند عبد الغفار استشاري الصحه النفسيه وتعديل سلوك الاطفال، يعني معلومات مهمه بتفتح بس لينا المجال، وربما بنطرح الموضوع لأولياء الأمور إن هم بنلفت نظرهم، يعني إن هم ياخدوا بالهم من سلوكيات ولادهم خصوصا فيما يتعلق بالاندفاع والتسرع. طيب احنا معانا برضو فاصل هنخرج مع حضراتكم وهنرجع، لسه عندنا فقرات في بنصبح عليك. حضراتكم رجعنا لكم مرة تانية، وطبعا كلنا تابعنا امبارح نصر كبير للكرة المصرية ولنادي الزمالك، حصول نادي الزمالك على كأس الكونفدرالية بعد تغلبه امبارح بهدف بلا مقابل في ماتش النهائي مع نهضة بركان المغربي في مباراة ولا أقوى. يعني الحقيقة كان ملحمة بمعنى الكلمة، والحمد لله أن الزمالك حقق هذا النصر، وفي انتظار إن شاء الله تحقيق الأهلي للبطولة 12 أفريقيا إن شاء الله الأسبوع القادم، وتحقيق انتصار أيضا على الترجي التونسي بإذن الله. خلونا نتكلم بشيء أكثر تفصيلا عن هذه المواجهات مع ضيفنا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ محمد عبد الرازق. بنصبح لحضرتك أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم، وألف مبروك لجماهير الكرة المصرية ولمصر كلها فوز نادي الزمالك امبارح. أكيد الفوز اتحقق امبارح ولا اتحقق قبل أسبوع في المغرب بتحقيق نتيجة 2-1؟ الحقيقة ان هو الهدف اللي جابه نادي الزمالك في مباراة الذهاب عن طريق سيف الدين الجزيري، ده صراحة كان هو اول اللي فتح الباب طبعا في فوز الزمالك بالبطولة امبارح، لان كانت 2-0 كان موضوع صعب جدا تعويضه في القاهرة طبعا في ظل يعني المستوى الهجومي الصراحة الضعيف لنادي الزمالك في المباراتين، مش في المباراة الاولانية او الثانية، واخد بالك؟ فطبعا بالشكل ده الهدف اللي جابه الجزيرة في تونس في المغرب هو اللي أهل نادي الزمالك إن يقدر يلعب المباراة اللي حضرتك شفتها امبارح، في ظل طبعا وجود الجماهير الاستاد كان ممتلئ على اخره، وده طبعا هو اللاعب رقم واحد طبعاً مع نادي الزمالك امبارح، لان الحشد الجماهيري الكبير ده هو اللي ساعد لعيبه نادي الزمالك ان تؤدي الاداء اللي احنا شفناه. اكيد، لكن انا عايز اقول يعني ان كان ممكن يعني لو في توفيق يعني اكثر كده حاجه بسيطه ان النتيجه دي كانت تتضاعف، يعني كان في اكثر من هدف محقق للزمالك خاصه في بدايه الشوط الاولاني. يعني خلينا نقول ان نادي الزمالك من بدايه من نهايه من الموسم الماضي بيعاني من عقم هجومي بشكل عام، لان ضعف مستوى الخط الهجوم نادي الزمالك هو السبب اللي احنا شفناه امبارح ده، ان في اهداف ضاعت، اهداف سهله جدا كان ممكن الزمالك يخلص المباراه امبارح من الشوط الاول. صحيح، ولكن هو مستوى اللعيبه اللي في نادي الزمالك كده، على الرغم ان الزمالك فاز بالبطوله، ولكن الزمالك حقيقه ما كانش افضل حاجه، يعني ما كانش افضل حاجه، ولا هو برضه افضل فريق في البطوله عشان نتكلم بصراحه، ولكن الزمالك طبعا كان في حاجه للبطوله دي، لان طبعا ارباح الماديه عاليه جدا، والزمالك كان في حاجه للفلوس دي طبعا والبطوله ذات نفسها، على اساس ان المجلس الجديد مجلس نادي الزمالك. بس يا استاذ محمد خلينا نفرح يعني وما نجلدش ذاتنا، يعني بما ان النتيجه الحمد لله في صالحنا والأرقام والنتائج هي اللغة الأصدق، بعيدا عن يعني في البطولات ما بنقولش احنا عايزين أداء أكتر ما بنقول احنا عايزين النتيجة، يعني يا فرحتي ان كان يبقى الأداء كويس والنتيجة مش حلوة، فخلينا يعني فعلا ننبسط ونقول ان حققنا إنجاز. يعني
خلينا نفرح ولكن لا نفرط في الفرحه، لان الزمالك محتاج شغل كتير عشان يرجع الزمالك اللي أكيد. هو الزمالك اللي احنا نعرفه قبل كده. ده شيء اكيد لازم ناخد بالنا منه. بطوله كبيره وبطوله غاليه جدا، وبطوله طبعا. الزمالك اساسا اشترك في اكثر من 15 مره ما الحظ ما حلفوش فيها الا مرتين بس، وعدا على المستوى الكره المصريه مش مستوى الزمالك بس، ان الاهلي اشترك في برضه. طيب احنا يا استاذ محمد احنا بنقول ان احنا محتاجين ان نفرح شعبنا، لو انتصار امبارح حقق 50% من الفرحة، فهل احنا فعلا محتاجين 50% اخرى من الفرحة ان شاء الله الاسبوع القادم مع نهائي افريقيا 12 ان شاء الله الاهلي حققها، وبكده يعني نكون يعني حققنا فرحة كاملة 100% باذن الله، يعني نقول اللي جاي يعني. اعتقد كده، لان الزمالك لان الاهلي ان شاء الله بنسبه 60% ان شاء الله بطوله مصريه في الاسبوع اللي جاي. طبعا الاهلي وضعه مختلف تماما، لان الاهلي في حقيقه واقف على رجليه اكثر من الزمالك صراحه. المباراه بتاعت الاهلي الاسبوع اللي جاي طبعا بلعب الترجي التونسي، الفريقين هم يعتبروا اكبر فرقتين في القاره من حيث التاريخ ومن حيث البطولات ومن حيث النهائيات ومن حيث الارقام ومن حيث كل شيء، ولكن الاهلي قدمه اعلى بكتير عن الترجي، وبالارقام برضه استاذ محمد يعني نتيجه الذهاب 0-0 تعتبر نتيجه ايجابيه للاهلي يعني. ان شاء الله طبعا ان شاء الله ربنا يكملها على خير يعني. افريقيا والاهلي يمتلك كل مقومات الفوز بالبطوله الصراحه. البطوله دي ما يعني هي صراحه مطمع كل الانديه الافريقيه الكبيره، لان الصراحه ما اصبحت الجوائز الماديه فندم حاجه كبيره جدا، حافز يعني كبير. يعني تتحقق الدخل الدر على اي نادي مبالغ كبيره جدا يستطيع ان يبني بيها فرقه قويه تنافس في 5 سنين لقدام. طيب احنا عايزين نقول ان الصوره الرائعه الجمهور المصري، مش عايز اقول جمهور الزمالك بس، لان كان في جمهور للاهلي في جمهور لباقي الفرق، لان الزمالك كان بيلعب باسم مصر. اللي عايز اقوله ان احنا محتاجين صوره استاد القاهره اللي شفناها امبارح ولا اروع بالجماهير، ان هي تتكرر ان شاء الله في مباراه الاهلي والترجي الاسبوع القادم في نهائي افريقيا ان شاء الله. ده شيء مؤكد يا فندم ان جماهير مصر كلها تتمنى فوز الاهلي، لان فوز الاهلي مع فوز الزمالك امبارح يمثل دعم الدعامه قويه لحسام حسن والمنتخب القومي، والمنتخب القومي ان يقدر الشهر اللي جاي ان شاء الله يتخطى عقبه بوركينا فاسو ان شاء الله من خلال لاعبين يمتلكون روح معنويه عاليه بعد الفوز بالبطولتين، وبالتالي نستطيع نصعد لكاس العالم، وده طبعا ده اهم انجاز تحققه الكره المصريه خلال العام 24 باذن الله. تتحقق الامنيه والانجاز يكتمل. الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ محمد عبد الرازق، شكرا جزيلا لهذه المداخلة. أهلا بحضراتكم، ووصلنا معكم لفقرة عناوين الأخبار. هنستعرض معكم أهم عناوين صحافتنا المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024، وهنبدأ من موقع أخبار مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ نادي الزمالك على كأس الكونفدرالية ويؤكد أداء مميز وجهود رائعة. توجه الرئيس السيسي بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع أمام نهضة بركان وتحقيق كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه. وكتب الرئيس على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير وكل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق المغربي الشقيق. من أخبار مصر، الرئيس السيسي يهنئ نظيره التشادي إدريس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئة للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية. من جانبه ثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. وشدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدما في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة. من أخبار اليوم، رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. من الأهرام، مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر إضافية.
يعني كانت هذه أهم العناوين في صحافتنا، والحقيقة في عناوين أخرى، لكن يعني هنكتفي بهذا القدر وهنخرج مع حضراتكم لهذا الفاصل، وهنرجع من بعده لفقرتنا الرئيسية عن السياحة الافتراضية، وضيفتنا فيها إن شاء الله دكتور أميرة الشبراوي مدرس إدارة الأعمال والتسويق بعد هذا الفاصل إن شاء الله.